تعالوا بقى نعمل مع بعض السلطه بتاعه الحمص. سلطه الحمص عباره عن حمص مسلوق بنفس طريقه العدس اللي قلناها، عليها طحينه، شطه، عصير ليمون، ثوم مفروم، كمون، هستخدم ملح وفلفل، هستخدم شويه زيت، وعندي عيش هحمصه في الفرن، سواء بقى كان عيش بلدي عيش شامي، البواقي اللي عندكم استخدموها، يعني دي وصفه حلوه للبواقي. نعمل اول حاجه العيش عشان ندخله الفرن. طيب الحمص بنجيبه وبننقعه وبنغير له الميه مرتين ثلاثه وقت النقع عشان نتخلص من الغازات، وبعدين بننقعه في ميه دافيه او سخنه، وبعد كده بنرفعه على النار مع ميه فيها شويه كمون ونسلقه سلقه كامله. وبعدين يا امل هناخد العيش ده وهنحط عليه ملح وفلفل ونقطه زيت، وهدخله الفرن يتحمص وممكن يتقلي في الزيت. هحط بقى هنا المكونات كلها على بعضها، ادي الحمص، طحينه خام، نحط التوابل، ملح، فلفل اسود، كمون، شطه للي بيحب الشطه، ما بيحبش ممكن يحط بابريكا، ثوم مفروم، عصره ليمون، نقطة زيت. هشغل الأول وبعدين أقرر إذا كنت محتاجة نقطة مية ولا لأ.